ما يزال العالم إلى يومنا هذا يحتفل بأسبوع الكتب الممنوعة من نهاية شهر سبتمبر من كل عام. على الرغم من أن شبكة الإنترنت تتيح للعديد الاطلاع على الكتب الممنوعة أو المحجوبة، فإن العديد من الدول والحكومات تمنع بعض الكتب لأسباب تكون غالبيتها مرتبطة بالدين أو السياسة. لذلك في حلقتنا لهذا الأسبوع نحن بنسلط الضوء على عالم الكتب الممنوعة، بالإضافة إلى باقة منوعة في عالم الترجمة. فأهلا بكم. لا يعد حظر ترجمة عمل ما من الأمور المستحدثة، فقد تعرض الكثير من الكتب على مر التاريخ لمنع النشر والترجمة بشكل كلي أو جزئي من خلال تحريف الترجمة في أماكن متفرقة من العالم. فقد أمر أحد أباطرة الصين في عام 213 قبل الميلاد تقريباً بحرق كتب الفلسفة والتاريخ لعدم توافقها مع معتقداته، كما قام الرهبان الكاثوليك بحرق ترجمة الراهب البروتستانتي مارتن لوثر للإنجيل من الألمانية خلال عصر الإصلاح البروتستانتي في القرن السادس عشر. ولا يقتصر الأمر فقط على الكتب الدينية والفلسفية، بل تعداها إلى مختلف مجالات الكتابة. موضوع حلقتنا لليوم ترجمة الكتب الممنوعة، طبعاً اللي بنناقشه إن شاء الله مع الناقد والمترجم دكتور سعد البازعي، الأستاذ غير المتفرغ في جامعة الملك سعود في الرياض. يا أهلا وسهلا بك مجددا دكتور. أهلا بكم، سعدني طبعا أن أعود مرة أخرى إلى هذا النقاش الجميل. النقاش المليء دكتور بالفروع المختلفة، يعني ترجمة هناك مجالات مختلفة، لذلك ارتئينا في هذا البرنامج أنه يعني نبحر في مجالاتها. اليوم مع الكتب الممنوعة ومنع ترجمة بعض الكتب، يعني فيما سبق ذكرنا بعض الأمثلة اللي من التاريخ عن منع بعض الكتب، ولكن خلنا شوي نركز على منع ترجمة بعض الكتب في التاريخ. دكتور خبرنا وحدثنا عن ذلك. منع ترجمة الكتب طبعا يأتي في سياق منع أو منع الكتب بشكل عام، لكن الترجمة هنا هي صلة بثقافات أخرى، صلة أي ثقافة بثقافات أخرى، أي لغة بلغات أخرى. وهنا يأتي المحظور من الخوف من دخول عناصر أو مفاهيم أو أفكار أو معتقدات إلى ثقافة ما من ثقافة أخرى، فيكون الحظر عندئذ واضحا وقويا، لأن الترجمة هي البوابة التي من خلالها تدخل هذه الكتب، والمترجم يعد حارسا للبوابة كما يقول الإعلاميون. فيشتد الحظر عندما تأتي الترجمة، لأنها هي الانفتاح على المختلف، على المخيف أحيانا، على المقلق المزعج. من الطبيعي أن يزداد الحظر هنا، والأمثلة كثيرة. طبعا الكتب المقدسة تأتي في البداية، نعم، بكل تأكيد، لأن الكتب المقدسة تعني عقيدة أخرى، تعني دين آخر، ولذلك من الطبيعي أن يكون هناك حساسية زائدة أو حساسية شديدة تجاه ترجمة كتاب مقدس من لغة إلى لغة. طبعا هذا طوال التاريخ، يمكن العصور الحديثة شهدت انفتاح أكبر في هذا المجال. نعم. القرآن الكريم مثلا واجه هذه القضية منذ الاحتكاك الأول بين أوروبا والعالم الإسلامي. نعم. قد كان هناك حظر، وحظر قوي من الكنيسة البابوية بشكل خاص على ترجمة القرآن الكريم إلى لغتهم، إلى أي لغة؟ إلى اللغة اللاتينية في البداية طبعا. وعندما سمح بالترجمة سمح بها في ظل شروط وإشراف دقيق. نعم. بمعنى أنها ترجمة لموضوع حساس، وبالتالي جاءت الحقيقة ترجمة مشوهة جدا.
كان المترجم روبرت الكتوني، هذا في إسبانيا، هو أول من ترجم القرآن إلى اللغة اللاتينية، هذا في القرن الثالث عشر. نعم. جاءت بعده ترجمات أخرى، كلها كانت في عداد المحظور لأنها تمت تحت رقابة شديدة، وبالتالي لم تنقل النص بأمانة أو بشيء من الأمانة حتى إلى القارئ غير المسلم. نعم. المسيحي في هذه الحالة. طبعا كتب أخرى تعرضت للمنع نفسه في التاريخ، في تاريخ الترجمة، ومن ذلك مثلا كتب اللي فيها حكايات وقصص يرى أنها أخلاقيا غير مقبولة، غير مناسبة لثقافة معينة. بالضبط، يعني ألف ليلة وليلة مثلا ترجمت في القرن الثامن عشر لأول مرة، والذي ترجمها كان دبلوماسي فرنسي في البلاط العثماني، انتقى بعض الحكايات التي رأى أنها تناسب البيئة أو المجتمع في ذلك الوقت، حكايات تخلو مما في ألف ليلة وليلة من بعض القصص، تعرفين اللي فيها يعني شيء من التجاوز، في حكايات يعني فيها إباحية أو فيها حتى أيضا مضمون ديني، فهذه استثنيت، وهذا نوع من المنع، منع والحظر. نعم. يعني مارسه المترجم نفسه. نعم. يعني لم يفرض عليه، ولا يعني لم يفرض عليه مباشرة، لكنه كان واعيا بالقيود الموجودة في الثقافات الأوروبية. نعم. والتي تمنع نشر مثل هذه الكتب، وظلت ألف ليلة وليلة تحت هذا السيف المسلط، حتى عندما ترجمت كاملة ظلت ممنوعة على الاطلاع، حتى يعني يحظر على مثلا الصغار في السن أو بعض البيوت تخشى أن تقرأها. فيعني هذه أمثلة حقيقة يعني من غيظ من فيض كما يقولون، وليست كل ما هنالك. يعني لو ذهبنا إلى الشرق أو الغرب سنجد كتبا كثيرة إما تتماس مع المعتقد أو تتماس مع الأخلاق أو تتماس مع العقائد الشعبية أو الأعراف السائدة، وبالتالي تمنع لهذا السبب أو ذاك. نعم. دكتور، يعني ذكرت أيضا قبل قليل ترجمة القرآن الكريم والكتب الدينية بشكل عام، دائما ما يأتي على بالي هذا السؤال، أنا القرآن الكريم بحد ذاته دائما ما نتفكر في معانيه عندما نقرأه بلغته، فما بالك عند ترجمته إلى لغات أخرى؟ فهناك صعوبة في ذلك، لعل ذلك الشيء يعني يصعب الموضوع أيضا على المترجم، فما رأيك في هذا الموضوع دكتور؟ لو تشرح لي. نعم، هو القرآن الكريم كما اتفق ويتفق العلماء في الشريعة الإسلامية أنه لا يترجم بلفظه، وإنما يترجم بمعناه بمدلوله، فتتحول الترجمة إلى تفسير للنص. نعم. اجتهاد المترجم في فهمه للنص دون أن يدعي أن هذا هو القرآن، وإنما هذا هو معنى القرآن. نعم. ما يعني الدلالة التي نتوصل إليها أو يراها المترجم، لأن القرآن حالة خاصة يعني بين كتب العالم كله، هي كلام الله، هو كلام الله، وبالتالي لا يستطيع أحد يقول أن هذا النص الموجود بالإنجليزية أو الفرنسية أو الصينية هو كلام الله كما نزل في اللغة العربية، إنما هو تفسير له بلغة أخرى. بالضبط بالضبط. ولا شك أنه من المطلوب يعني نقل معاني القرآن لهداية المسلمين، لهداية غير المسلمين وتعريفهم بالدين، وأيضا لتعزيز عقيدة المسلمين غير العرب الذين لا يجيدون العربية، تعزيز عقيدتهم وتعريفهم وربطهم بهذا النص المقدس. نعم. دكتور، عودة إلى ترجمة ومنع ترجمة بعض الكتب، يقولون أن الرقابة ممكن تكون دليل على انعدام ثقة المجتمع بذاته، فإلى أي مدى دكتور تتوافق وتوافق الرأي؟ لا شك إن أي رقابة هي تعبر عن خوف، يعني الرقابة أنواع،
في رقابة تفرضها الحكومات من خلال هيئات مخصصة، وقد تكون قانونية وقد تكون حكومية، يعني على شكل مؤسسات أو هيئات، وقد تكون مجتمعية، يعني لا تفرضها حكومات وإنما المجتمع نفسه يرفضها. وهذا ما في شك في كل الحالات يؤشر أو يعد مؤشراً على نوع من الخوف الذي ربما يوصف بأنه ضعف في الثقة بالنفس أو ضعف في الثقة بثقافة ثقافة المجتمع. لكن الرد على هذا أيضا سهل، لأنه المجتمع ليس واحدا. يعني المجتمع، عندما نقول مجتمع هناك فئات في المجتمع، هناك أعمار مختلفة، هناك مستويات مختلفة من الثقافة. يعني الإنسان المثقف عندما يتعامل مع نص ممنوع، غير الإنسان غير المتعلم عندما يتعامل مع هذا النص. هناك قلق من أن يتلقى الصغار هذا النص المترجم أو يتلقاه غير المتعلمين، وبالتالي ينبغي حمايتهم. يعني الكتاب الذي سبق أن ناقشناه في هذا في هذا البرنامج، نعم. الكتاب الرحالة الألماني، نعم. كان المترجم مضطرا إلى توضيح أخطاء هذا الرحالة، لأن الكتاب سيقرأه أناس لا يعرفون أو قد يشكل عليهم الأمر فيظنون أن هذا الكلام صحيح، فلذلك لابد من التوضيح. هذا أعتقد أن المنع يأتي في هذا الباب، في هذا السياق. أحيانا يكون لحماية من لا يملكون الحماية الذاتية، سواء بعامل السن أو بسبب القدرات الذاتية الثقافية التي تجعلهم عرضة لأن يقبلوا أشياء، يعني المثقف أو المتعلم أو الرجل أو المرأة الناضجة لا يعني لا خوف عليها منه. نعم، لكن في بعض الأحيان يقول لك دكتور كل ما هو ممنوع مرغوب، فيمكن عند القراء هذا صحيح. وقد يقال في هذا السياق عن باب الطرائف أن في معارض الكتب يأتي الناس أحيانا إلى الناشرين ويقولون، يسألون الناشر هل عندك كتب ممنوعة، لأنه دائما يعرفون أن هناك كتب محظورة وتوضع تحت الطاولة. وهذا طبعا موجود في يعني في ثقافتنا أكثر مما هو في ثقافات الغرب بالذات. نعم، يعني نعم. والحديث طبعا شيق في هذا المجال، وبنستكمل حديثنا، ولكن دكتور بنروح إلى فقرتنا اللي بنتكلم فيها ودائما نتكلم فيها عن حقائق عن اللغات والترجمة، واللي أعدوها فريق العمل، بنشوفها سويا وسنعود لك إن شاء الله. نعود مجددا دكتور سعد، والحديث عن ترجمة الكتب الممنوعة، وذكرت قبل هذه الفقرة أن في بعض الأحيان يتم منع ترجمة بعض الكتب أو منع بعض الكتب من النشر من جهات حكومية أو من الناس، لكن ما هي يعني لو
بنتطرق بالتفصيل لهذا الموضوع. ما هي الجهة اللي بالفعل مخولة أو نقدر نقول المسؤولة عن منع نشر الكتب أو ترجمة بعض الكتب إلى المجتمع؟ هي عادة إما وزارة ثقافة أو وزارة إعلام، أو تكون هيئة متخصصة، هيئة معينة، أو تكون محكمة، يعني جهة قانونية تمنع الكتاب، سواء نشر الكتاب أو ترجمة الكتاب، يعني بغض النظر عن ما إذا كان يعني مترجما أو سيترجم أو لا. فالجهات تختلف، ليس هناك جهة واحدة. في عالمنا العربي تعودنا أن يكون هناك وزارة إعلام، وزارة الإعلام تشرف على القنوات الإعلامية ومنها النشر عادة والصحافة وما إلى ذلك. أحيانا وزارة الثقافة لأنها تشرف على الكتب إذا في وزارة الثقافة، وهكذا. فهي الجهات المتصلة بالمعرفة الجامعات نفسها، طبعا جامعات تعد جهات ثقافية علمية أحيانا. نعم، قد يعرض أحد الأشخاص ترجمة كتاب ويقال له أنه لا يصلح. طبعا هذا مما لا نعرف أنه منع، يعني هذه نقطة مهمة، يعني لا يدخل في تاريخ المنع لأنه لم يذكر في التاريخ، أصلاً لم يولد، يعني هو طفل وئد من البداية. لكن أحياناً يترجم أحدهم كتاباً ويتقدم به للنشر ثم يرفض، لا ينشر، لكنه يذهب به إلى جهة أخرى وينشر، ويعرف فيما بعد أنه منع من الترجمة أو من النشر في الجهة التي تقدم إليها المترجم في البداية، وقد تزيد من نسبة بيعها أيضاً. بالضبط، أو هذا والمشكلة أنه أحياناً بعض الكتب لا تستحق هذا الاهتمام. نعم، ومنعها يزيد الإقبال عليها لأسباب سطحية جداً، لكونها منعت فقط وليس لأنها مهمة. الفضول دكتور، في بعض الأحيان نشعر أو الناس عندهم هذا الفضول، لماذا منع؟ طبعاً أبغي أقرأه عشان أعرف ليش منع. طبعاً هذا الفضول طبيعي عند الإنسان، يعني لو اثنين يتحدثون وجاء شخص ثالث وسكتوا لسألهم رأساً، يعني مش كنتوا تقولون، يعني يعني الإنسان عنده هذا حب الاستطلاع، هذا سواء على مستوى الحديث اليومي أو على مستوى الكتب والمعرفة بشكل عام. فالمنع جزء، بالمناسبة جزء من الثقافات ككل. نعم، يعني لا أعتقد أنه من غير الصحيح أن يقال أن هناك ثقافات تسمح بكل شيء. في كل بلاد العالم هناك قوانين تحكم النشر، منها مثلا حقوق الملكية. يعني لا يجوز لك مثلا أن تترجم كتاب ممتلك، حقوق ممتلكة من جهة أخرى بدون إذن، فهذا منع أيضا من النشر. لكن أيضا الكتب والمواضيع التي فيها عنصرية، نعم، فيها اتهامات لآخرين، وقد تكون العنصرية من بلد إلى آخر مختلفة من ناحية مقاييسها ومعاييرها. أيضا هناك أيضا نوع من المنع الضمني وإن لم يكن قانونيا للكتابة ضد الحالات التي مجازة مسموح بها في المجتمعات الغربية، ولا يجوز إنكارها أو المساس بها أو مهاجمة أصحابها، يعتبر نوع من التعدي على الحقوق. إذن هذه لا يجوز منع ترجمتها. نعم، حتى ترجمتها، يعني من الذي يمنعها هنا؟ ليست الحكومة، هنا المجتمع. من الذي ومن هو المجتمع؟ بعض الفئات في المجتمع. دار النشر على حسب توجهها. نعم، دار النشر عندما يتقدم المؤلف إلى دار النشر بكتاب مترجم ويتعرض لهذه المناطق الحساسة، دار نشر باب أولى سترفض نشر الكتاب المترجم، لأنها ستتعرض المسائل القانونية قبل أن يتعرض المؤلف أو المترجم. فلذلك ليس من الضروري في بعض البلدان أن تتدخل الدولة. قد يكون دار النشر وقد يكون المجتمع. دكتور، نحن الحين نعيش في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، صحيح، ممكن البعض، بعض القراء تلتفت عنايتهم على أحد الكتب وما يعجبهم مضمونه، فممكن يسببون نفس قوة على دار النشر بمنع نشره. نعم، أكثر عن ذلك. صحيح، صحيح، بسبب المجتمع ورفضه. يعني أنا اليوم قرأت عن نص نشر في مجلة أمريكية مشهورة، شعر قصيدة الكاتب فيها تعرض للسود في أمريكا. نعم، بنوع من السخرية.
وصارت ضجة في شبكات وسائل التواصل الاجتماعي، فاضطرت المجلة إلى الاعتذار عن نشر هذا النص. هذا أنا أعتبره نوع من المنع، يعني عندما تعتذر أو تسحب النص أو يعني تتخذ إجراء فيه انسجام مع الرغبة الاجتماعية في عدم نشر مثل هذه النصوص. نعم، وبالحديث عن ذلك دكتور، هل تضمن الرقابة الحماية ولا نقدر نقول أن ضررها أكثر من نفعها؟ لا نستطيع أن نقول أن ضررها أكثر من نفعها بهذه الإطلاقية، لأنه هذه مسألة خلافية. يعني هناك من يرى أن من الضروري ممارسة هذا النوع من الرقابة، يعني أنا أرى أنه فيه فعلا كتب ينبغي أن لا يسمح بها، يعني كتب تدعو للكراهية، كتب تحث على الطائفية، تحث على يعني على مسائل لا نريدها في مجتمعاتنا، يعني غير لائقة تثير. يعني مثلا تخيل كتاب مثلا يدعو أو يحث على الإرهاب، يعني أو يرى الإرهاب يصور تصوير جيد، يعني لا أتخيل أن أحدا سيسمح بكتاب مثل هذا أو يدعو للعنف بشكل عام. نعم صحيح، العنف ضد فئات معينة أو العنف ضد شعوب أو إلى آخره. ففي قضايا متفق عليها أنه يجب أن يكون هناك رقابة. نعم عليها بالتأكيد. وإذا هناك من يقول فليسمح بها وليتعرض الشخص فيما بعد للمساءلة القانونية ويعاقب، لكن لا تمنعه من البداية. طبعا هذه في وجهات نظر مختلفة هنا. نعم. لأنك إذا فرضت القوانين مسبقا الرقابة بالمنع، السؤال من الذي يمنع وهل هو مؤهل أحيانا لفهم ما يمنع؟ لأن الباب واسع هنا، وقد تمنع أشياء لا ينبغي منعها، وقد يسمح بأشياء كان ينبغي منعها. يعني هذا من نفس المنطق. وهذا يقودنا لسؤال أتوقع شائع دكتور الحين، قد تمنع مؤسسات أو دور نشر أو مجتمعات بعض الكتب، ولكن البوابة الإلكترونية والعالم الرقمي مفتوح لكل الكتب. صحيح. بعض الناس يقولون ليش تمنع إذن الكتب إذا هي متواجدة ومتوافرة عبر المنصات الرقمية؟ فباختصار دكتور خبرنا. هو صحيح، هذا كلام صحيح، لكن نتذكر أيضا أن الرقابة عمل تربوي في نهاية الأمر. يعني الأب والأم لديه أطفال لا يريدهم أن يتعرضوا لكل شيء ينشر حتى على الإنترنت، فما بالك أن يكون كتاب متاح لهم في هذه الأعمار أن يطلعوا عليه. الإنترنت طبعاً فيها كل شيء، ما في شك، لكن أيضاً في بعض البلدان هناك قوانين أيضاً تتابع من ينشر على الإنترنت أشياء مرفوضة. طبعاً هذه القوانين تتفاوت تفاوت هائل من مجتمع إلى آخر. إنما في مسألة أخرى ينبغي أن نشار إليها في هذا السياق، المنع أحياناً ليس المقصود منه المنع الفعلي بمعنى الحيلولة دون وصول الكتاب إلى القارئ، لأن من يمنع يدرك اليوم، الجميع يدرك أن الكتب موجودة على الإنترنت، ممكن أن تصل الكتب والمقالات والنصوص بشكل عام. نعم. والأفكار، لكن المنع يكون تعبير عن موقف تجاه هذه الكتب. يعني أنا كحكومة أو جهة أو هيئة أو أقدم نصيحة بأن هذا الكتاب أنا أنصحكم بالضبط، أنا أعلن موقفي منه. نعم. يعني أبرئ ساحتي منه. يعني أنا مؤمن مثلا، أنا مؤمن بهذا المبدأ، يعني من غير الممكن أن أسمح بنشر شيء ينقض هذه العقيدة. فإذا منعت فأنا أعلن أنني أرفض هذا الكلام. أنت تذهب وتجده وتقرأه، هذا مسؤوليتك أنت، لكن أنا من حقي أيضا أن أعبر عن موقفي تجاه هذا الذي يراد نشره. إنما فتح الباب على مصراعيه أحيانا له مضار. نعم، كل شكر لك دكتور سعد البازعي على هذه المعلومات في مجال ترجمة الكتب الممنوعة، يعطيك أهلا بكم. أهلا وسهلا، شكرا لك. نحن الآن بنروح إلى فاصل قصير ولنا عودة.
عودة لكم مجدداً مشاهدينا في أبوظبي تترجم، وإلى فقرتنا الأسبوعية واللي بتحديد تتحدث عن أعلام الترجمة. عبد الله بن المقفع، بنتعرف أكثر عن هذا المترجم في هذه الفقرة. هو أبو محمد عبد الله بن المقفع، مفكر فارسي ولد مجوسياً لكنه اعتنق الإسلام وعاصر كلاً من الخلافة الأموية والعباسية، وقد درس الفارسية وتعلم العربية، نقل من البهلوية إلى العربية كليل ودمنة، وله في الكتب المنقولة الأدب الكبير، وفيه كلام عن السلطان وعلاقته بالرعية وعلاقة الرعية به، والأدب الصغير حول تهذيب النفس وترويضها على الأعمال الصالحة. ومن أعماله أيضاً مقدمة كليل ودمنة. عرف عبد الله بن المقفع بذكائه وكرمه وأخلاقه الحميدة، وكان له سعة وعمق في العلم والمعرفة، ما جعله من أحد كبار مثقفي عصره، حيث تتكون ثقافته من مزيج من ثلاث جوانب: العربية والفارسية واليونانية. وكان ملماً بلسان العرب فصاحة وبياناً وكاتباً ذو أسلوب. قتل ابن المقفع وهو في مقتبل العمر، ولم يتجاوز 36 عند موته، إلا أنه خلف لنا من الآثار الكبيرة ما يشهد على سعة عقله وعبقريته، وأنه صاحب المدرسة الرائدة في النثر. عدنا لكم مشاهدينا وبالتحديد إلى فقرة خزانة كلمة. هذه الفقرة اللي نختار لكم كتاب مترجم في مشروع كلمة، وبالتحديد الكتاب اللي اخترناه لكم في هذه الحلقة هو كتاب عن الكتب الممنوعة. هذا الكتاب هو للمؤلف ماريو إنفليزي، ترجم باللغة عن اللغة الإيطالية إلى اللغة العربية، وهو يقدم ملخص إجمالي لتاريخ الرقابة على المطبوعات في الحضارة الغربية. وللتحدث ولمعرفة أكثر عن هذا الكتاب، كتاب الكتب الممنوعة، بنتكلم وبنستفيض أكثر في الحديث عنه مع الدكتور سعد البازع. يعطيك العافية دكتور. أهلا وسهلا، أهلا بك دكتور. الكتب الممنوعة، هذا الكتاب، تتوقع لماذا ارتأت نفس مبادرة مشروع كلمة لترجمة هذا الكتاب عن الإيطالية للغة العربية؟ نعم، من الجميل أن هذا الكتاب نفسه لم يمنع، وخصوصا أنه فيه الكتب الممنوعة، وهو ما في شك أن ترجمة هذا الكتاب ونشره يحمل دلالة على ثقة بالنفس، يعني أننا ينبغي أن نتحدث عن تاريخ منع الكتب، والكتاب يبرز هذه الظاهرة بقوة، لكن في السياق الأوروبي الغربي يعني، وليس في السياق العالمي. نعم. فهو يركز على الكتب الممنوعة، لا سيما دور الكنيسة في هذا المعنى، يعني الجانب الديني، لأن الكنيسة كانت طبعا هي المتصدرة في التاريخ الأوروبي منذ العصور الوسطى إلى فترة قريبة، يعني إلى القرن من 19 أو ما قبل ذلك بقليل. فتاريخ الكتب الممنوعة هو تاريخ كنسي أولاً وسياسي ثانياً، لأن أيضاً الكتب التي تمس الحياة السياسية والأنظمة السياسية في أوروبا في فترات معينة من التاريخ أو طويلة من التاريخ الحقيقة، كتب أيضاً تعرضت للحظر أو التداول. ومن المفروض أن نشير في هذا السياق أعتقد إلى أنه قبل يعني العصور الحديثة، قبل انتشار القراءة والكتابة، حتى بعد مجيء الطباعة، ظلت الكتب تتداول بشكل محدود، يعني حتى الكتاب الذي ينشر لا يقرأه كل الناس، يقرأه عدد فئة محدودة ممن تعرف تقرأ وتكتب، شريحة معينة. نعم. في المجتمع الأمية منتشرة كانت في أوروبا إلى يمكن القرن 19 وأكثر ناسها تقرأ، يعني نسبة القراءة، فلذلك المنع يكون حتى من التداول المحدود إذا منع الكتاب. وطبعا كما يقول المؤلف، هناك قائمة لدى الكنيسة في الكتب التي لا ينبغي أن
تنتجر. الكتب المحظورة. نعم نعم، الكتب المحظورة في معروفة يعني، حتى الكتب المحظورة. وفي العصر الحديث نشرت موسوعة، بالمناسبة موسوعة الكتب المحظورة على مر الزمن. نعم نعم، الكتب التي تعرضت للمنع طوال يعني طوال التاريخ، مما استطاع المؤلف هذه الموسوعة أن يصل إليه سواء في أوروبا أو غير أوروبا. وقد تكون كتب قيمة جدا دكتور جدا يعني. نعم. ولكن بسبب بعض المعتقدات لبعض السلطات في ذلك الحين أو الأشخاص أو المجتمعات فمنعوها. بالضبط، أشهر يمكن الأمثلة الحديثة ما أقدم عليه النازيون، الحكومة النازية في ألمانيا عام 33 تقريبا أو 34 1934 من إحراق الكتب المتصلة باليهود أو مما أنتجه اليهود. كان هذا مقدمة للمحرقة، فبدأت بحرق الكتب. ويعني هذا في عصر في القرن العشرين يعني، ليس بعيدا. لكن أيضا تعرضت كتب أخرى للمنع حتى في القرن العشرين، ويمكن من أشهرها كتاب رواية جيمس جويس، الروائي الإيرلندي الشهير، التي تعد يعني من أعظم الأعمال الروائية في تاريخ الرواية بشكل عام. منعت في الولايات المتحدة بقرار من المحكمة، منع دخولها الولايات المتحدة، وظلت فترة طويلة طبعا ممنوعة إلى أن سمح بها. فهذا المنع موجود يعني، وجد في أوروبا والغرب إلى فترات قريبة، إلى الستينيات والخمسينيات. بعض الروايات كانت الروائي البرتغالي ساراماغو الفائز بجائزة نوبل في التسعينيات، منعت بعض رواياته في البرتغال. فالتعميم فيما يتعلق بحرية النشر في أوروبا، هناك من يعمم يعني أن الحرية منتشرة في كل مكان في أوروبا، ما هو صحيح يعني. هناك قوانين، في معايير، وهناك معايير، وهناك جهات تمنع. ويوم نطلع على هذه الأمور نشوف أن هذه المعايير تختلف بحسب المكان والزمان أيضا يعني. بالضبط. ممكن في المكان نفسه على حسب أزمنة مختلفة قد يمنع كتاب ويعاد نشره في بعض الأحيان وغيره. بالضبط، مسألة نسبية يعني لحد كبير. تماما، هي مسألة نسبية. نعم دكتور، أيضا ذكرت فكرة أن الكتاب يؤخذ إلى المحكمة ويصدر أمر بعدم نشره، وهذا وكتاب الكتب الممنوعة يعني ذكروا هذا الموضوع اللي هو دور محاكم التفتيش حتى بزوغ شمس عصر التنوير. فلو تخبرنا عن هذا الدور اللي يتكلم عنه الكتاب، وماذا يعنى أصلاً بمحاكم التفتيش في موضوع الكتب؟ محاكم التفتيش نشأت في شبه الجزيرة الإيبيرية بعد طرد المسلمين واليهود في منتصف القرن الخامس عشر تقريبا، في عام 1450-1452 صدر أمر بإخلاء شبه الجزيرة الإيبيرية التي تشمل أسبانيا والبرتغال من الأقليات المسلمة أو من المسلمين واليهود، إلا من دخل منهم في الدين المسيحي يبقوا. فهناك من بقي أعلن عن دخوله، أعلن دخوله في الدين المسيحي، لكن ظلت هناك شكوك في صدق هؤلاء في تدينهم في مسيحيتهم. فنشأت المحاكم للتأكد يعني، هي محاكم أو تحقيق في الواقع مع الأشخاص، أحيانا تحت التعذيب يخضع الشخص للتعذيب للتأكد من أنه صادق في دخوله المسيحية. وهذه الحقيقة كانت تعبر عن عدم قناعة الناس في ذلك الوقت والحكومات في ذلك الوقت بأن هؤلاء فعلا صاروا مسيحيين، فتعرضوا لكثير من التعذيب، وأحرقت طبعا كتبهم إذا وجدت كتب لهم، وبعضهم أعدم، كثير أعدموا بسبب يعني خطأ أو بسبب بينة صغيرة تثبت أنه فعلا لم يكن
مسلماً أو لم يكن مسيحياً كما ينبغي. يعني مثلاً إذا لوحظ أن الشخص لا يأكل في رمضان وهو يدعي أنه دخل مسيحية يعني لماذا لا تأكل؟ يسألون هذا السؤال فيثير ريبة، فيؤخذ إلى محاكم التفتيش التي تخضعه لنوع من التحقيق الصارم يعني بالتعذيب لكي يعترف يعني إذا كان فعلا لم يدخل في الديانة المسيحية. بعضهم طبعا قد يكون فعلا دخل لكن تحت التعذيب ينهار ثم يعدم. المشكلة أنه طبعا تحصل فمحاكم التفتيش هي فعل بالمعنى هذا، التفتيش على هؤلاء للتأكد من عقيدتهم. صدق عقيدتهم إيه، هو بهذا المعنى التفتيش، يسمون انكوزيشن بالإنجليزي اللي هو طبعا ترجمتها إلى تفتيش. نعم، وهذا اللي أثر أيضا على كتاباتهم وكتبهم بالضبط. ومنع مقامه بنشره بالضبط. نعم دكتور، نحن مستمرين معك في الحديث أكثر عن هذا الكتاب، ولكن بروح إلى أجمل ما قيل عن الترجمة والمترجمين وسنعود لك. عدنا لك دكتور سعد والحديث عن الكتب الممنوعة، هذا الكتاب اللي مثل ما ذكرنا للمؤلف ماريو إنفليزي وكان باللغة الإيطالية وترجمه مشروع كلمة إلى اللغة العربية، وكانت المترجمة وفاء البيه. في هذا السياق دكتور، مثل هذا الكتاب شو المعايير الأساسية التي يجب أن تكون في المترجم المسؤول عن ترجمة هذا الكتاب؟ نعم، ابتداء أود أن أشير إلى أنه من الجميل في هذا الكتاب أنه منقول عن لغة يندر النقل عنها إلى العربية الإيطالية. فعندما ينقل عن الإيطالية عادة ينقل عن طريق لغة أخرى، يكون مترجم للإنجليزية أو الفرنسية ويترجم منها وأخذه عن. فمما يحمد لكلمة أنها تصر على النقل من اللغة الأصلية، وبالتالي المترجمة في هذه الحالة والمترجم يجب أن يكون عارفاً باللغة الأصلية، وليس فقط اللغة الأصلية وإنما بالسياق العام لهذا الكتاب وثقافة الشعب. نعم. هذا فالكتاب يعني يتصل بالكتب الممنوعة في السياق الديني والسياسي الأوروبي والثقافي قد يكون والثقافي بشكل عام. نعم، والإيطالي تحديداً يعني لأن الكنيسة الكاثوليكية في روما كما هو معروف، فيجب على المترجم في هذه الحالة أن يكون ملماً بتاريخ إيطاليا، بتاريخ الكنيسة الكاثوليكية، تاريخ البابوية، دورها، علاقتها، دورها الثقافي. فهذه أمور مهمة جداً. صحيح أنه ينقل نص جاهز، لكنه عندما ينقله إلى العربية أو إلى أي لغة، لكن هنا إلى العربية، يجب عليه أيضاً أن يكون في ذهنه قارئاً لا يعرف هذا التاريخ. يعني الكتاب ألف لقارئ إيطالي. نعم.
والمؤلف يتوقع أن القارئ الإيطالي يعرف هذه الأسماء، أما القارئ العربي بالضبط محاكم التفتيش، اللاهوت، أسماء قد تكون كليريكية أو شيء يتعلق بالكنيسة من الداخل، أسماء القساوسة إلى آخره، فينبغي توضيح هذا. ولذلك على المترجم أيضا أن يقوم بدور الشارح المفسر في كثير من الأحيان، والباحث طبعا. نعم، فهذه من المعايير التي تنطبق على كل مترجمين. لكن عندما يكون الموضوع غير شائع مثل تاريخ الكنيسة بالنسبة لقارئ مسلم عربي بعيد تماما عن الكنيسة البابوية الكاثوليكية، طبعا هناك عرب يعني يعرفون هذا التاريخ لأنهم مسيحيون أصلا، لكن هناك نسبة كبيرة من العرب غير مسيحيين ولا يعرفون، وبالتالي هناك مسؤولية مضاعفة، ليس نقل الكتاب فقط وإنما التعريف بالثقافة التي ولد الكتاب في سياقها، خاصة أنها ثقافة دينية بعيدة عن أكثر القراء العرب. نعم، وبذلك يعني نرى ونبرز دور المترجم بأنه مش فقط، هذا دائما نأكد عليه، أنه مش فقط ينقل الكلمات والنصوص من لغة إلى أخرى، هو ينقل تاريخ، هو ينقل ثقافة وكل ما فيها، وأيضا يبحث ويثريها ويطورها عشان القارئ بلغة أخرى يكون عنده الصورة كاملة. صحيح، وليس جزء من الصورة. نشكرك دكتور سعد على وجودك معنا اليوم وعلى هذه المحاور اللي تعمقنا فيها، الكتب الممنوعة في الترجمة وكتاب الكتب الممنوعة. يعطيك العافية، شكرا لك. الله يحييك، وأهلا وسهلا. أما الآن نحن بنروح مع المشاهدين إلى ماذا اخترت لنا، خلنا نشوف ماذا اختاروا لنا. تتحدث الشاعرة الأمريكية إيميلي ديكنسون في قصيدتها أقيم في الإمكان I dwell in possibility عن الشعر والإمكانات التي يفتحها الشعر للعقل البشري، معلنة تفوق الشعر على جميع أنواع النثر، لكنها ترى أن دخول عالمه يتطلب مهارة وجهدا من القارئ، حيث تقول: أقيم في الإمكان منزلا أبهى من بيوت النثر، نوافذه لا تحصى، مداخله محصنة وحجراته السامقة كالأرز عصية على الأبصار، وسقفه سماء أبدية، أما زواري فهم الأجمل، وأنا لا شغل لي إلا هذا، أن أفرد يدي الصغيرتين لألملم الفردوس. إيميلي ديكنسون وفضاء عزلتها الواسع نموذج من قصائد إيميلي ديكنسون، ترجمها وقدمها رامي زكريا، نشرت في مجلة رسائل الشعر العدد السادس إبريل 2016. وبهذا مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج أبوظبي تترجم، نلقاكم إن شاء الله بحلقة جديدة الأسبوع المقبل. مع السلامة.